ارحب بالاستاذ يحيى سلامه وبالشاعره الخطيره الاستاذ عباس احمد دكتور. اهلا بيكم دكتور حازم. قبل ما تقول رؤيتك النقديه انا عايز اشوف، لان ده درس انا ليا شخصيا. استاذ حسن كان بيكتب خواطر ومتابعته للدرس والتعلم صار او كان هذا الكتاب، لان احنا مهما تعلمنا فوق كل ذي علم عليم. هنشوف الرحله بدات معاه ازاي اولا مختصرا، ثم رؤيتك النقديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ثم الملك. يوم عرفناه كان يسمي نفسه كاتب الخواطر حسن العبد. وحين دعوناه لدورة العروض حضر الرجل. كنا ندرس علم العروض هنا بحور السبع الصفير، وكان يحضر نفيف من ال بفضل الله مقيم دورة العروض من أكثر من 10 سنوات، والحمد لله الكثير تعلم من الشعراء والشباب وطلبة الجامعات، ولكن ما رأيت أسرع ولا أوعى من حسن العبد في التحصيل. كان يسمي نفسه شيئا كاتب الخواطر أو خواطر حسن العبد. لا يتوهمن أحد أننا منحنا حسن العبد شاعرا أو علمناه الشعر. الشعر لا يعلم، الموهبة لا تعلم. لو لم يكن حسن العدل صاحب موهبة لا ما تعلم. تفضل. أنا بعلمك والله. تفضل جرب المايك. جرب. لو والكلام ده قلناه 1000 مرة، وكل واحد يجي يحضر دورة معانا أول كلام بقوله لو أنت ما عندكش موهبة ما حدش. كتير بنعاني من اللي بيطلع ويقول كلام موزون ومقفى وجميل وزيتفون ويتسقف له، ولما تيجي تواجهه بالحقيقة وتقول له ده مش شعر يكفرك على طول، مش كده يا صحيح؟ كلنا كفرة. كفرة مش كفرة بالله يا جماعة. فنحن لم نصنع حسن العدل شاعرا، نحن صنعنا صنعة الشعر عند حسن العدل. الله بس. الله جميل. فالشعر جميل. والله لو ما هديت لديك أنا عيّر ومص. عند كل كاتب له شق، شق يسمى الطبع وهو ما يهبه الله لهذا الكاتب، والشق الآخر يسمى الصنعة. الصنعة هو ما يحصله هذا الكاتب من علوم لكي ينمي موهبته ولكي يغذيها.
فإذا الشاعر ما عندوش الطبع، ما عندوش الموهبة، العلم مش هيعمل له أي حاجة غير إنه هيخليه ناظم جميل كده يعمل لنا منظومة حلوة ونقعد ندندن فيها، لكن ملهاش علاقة بالشعر، لا بالمريم ولا بالبيت. نحن لم نصنع حسن العدل شاعر، نحن علمنا حسن العدل كيف يضبط شعره، كيف يمتلك أدواته. بس للعلم أنا كنت أفاجأ، مش أحيانا، لو المات اللي عندك مفتوحة، كنت أفاجأ من قصيدة كتبها حسن العدل. بعد محاضرات المقدمة في علم العروض ضلفنا إلى البحر الوافر في الجمعة، انتهينا من تفعيلات الوافر، ولم في وقتها كنت أشرح الزحافات والعلل بعد انتهاء الدورة، فشرحت البحر الوافر الجمعة مساء. السبت حسن العدل أرسل لي قصيدة على البحر الوافر، أنا ما علمتوش الكلمة، أنا علمته إزاي يزنس. إذن هو صاحب طبع، هو رجل لديه الشاعرية فعليا، ولكن كان يحترم نفسه لأنه ما عندوش العلوم اللي حصلها تؤهله أن يكتب شاعر من باسمه، وداني ده اللي بيكتبه شاعر بالله عليك. أنا تليفوني شخصيا مليان الشاعر، أنا بكتب شاعر لا يعني أنا أكتب الشعر بفضل الله منذ 30 سنة، ولم أكتب أمام اسم الشعر إلى الآن. كان حسن العدل يحترم نفسه في هذا الوقت، وكانت الخواطر حسن إلى أن تعلم، فقلت له يا حسن أحذف كاتب الخواطر من عواصفك، فحذفها وترك حسن العدل رجل محترم. ولكن الأجمل حينما انتهينا من دورة العروض وشرحت الزحافات والعلل، وكان لكل زحاف وكل محاضرة في الزحافات يكتب قصيدة بالزحافات، حتى وإن كان الأمر فيه تعمد بعض الشيء، يتعمد كذا أن يزحف هنا أو أن يفعل هنا أو يتعمد أن يكتب على بحر كذا أو تفعيلة كذا، الأمر يمكن فيه يقلل شوية من الشعرية. يا جماعة الشعرية عند الشاعر إذا كتب النص تلقائيا تاني فكرة تخطر على خاطر الشاعر وتمر بمراحل إلى أن تتبلور هذه الفكرة لتكون موضوعاً، ثم بحسه الشعري وبفطرته وبموهبته يستطيع أن ينقل الإحساس إلى الكلام، وهذا أصعب مهمة يقوم بها الكاتب عموماً، أصعب مهمة عند الكاتب أنه هو يحول المشاعر لكلام. طيب تعمد الكتابة على بحر معين أو في موضوع معين دونما تبرر للفكرة داخل الشاعر، ثق أن هذا يضعف من الحس الشعري، يضعف من النص نفسه، التعمد يضعف النص بكل حال من الأحوال. بسم الله لو تكتب قصيدة على الأم، فقلت النبي الناس ما كتبتش، والله يكتب، هكتب على بحر كذا، والله أقول كلام معانا في يوسف المشاهد هو اللي كتب حاجة من غير مصطفى، مش مهندس يوسف كتب شيء. حسن العدل برغم انه كان بيكبر نفسه انه لحظيا انا درست البحر الوافر فهكتب على الوافر، كان بيكتب نص، كان بيكتب نص على حدوده، ولكن نص جميل، نص تصفق له تعجبك. اذكر ان بعد ما انتهيت من شرح البحور السبع الصافيه طلب مني اعرف البحر البسيط والبحر الجديد، البحور المختلط، اديته لمحه، اعطيت لحسن العدل لمحه، فكتب بعدها
أبلغ غلاة تجيد الفهم والنظر دامت لمن ليدوم القهر منتصرا أبلغ طغاة بأن القدس قادمة حتى إذا بعتم الأرواح والخطر. هكذا كتب حسن العدل بعد أن قلت له أن البحر البسيط مستفعل الفاعل مستفعل الفاعل بزحافاته وانتهى الأمر فكتب هذا الكتاب. وعندما انتهى حسن العدل وكتب وكان له مخزون شعري طبعا الله يجزي الأستاذ إبراهيم خير في دعم الشعراء دعم المواهب الحقيقية فطلب من حسن العدل أن يرسل قصائد فأرسل حسن العدل 31 قصيدة ضمها هذا الديوان بين دفتيه يتحدث الشاعر في 31 قصيدة تقريبا في أغلب الأغراض التي يمكن أن يطرقها شاعر في هذا الزمان تحدث عن آلام الأمة العربية عموما وآلام القدس خاصة والاستيطان رافضا للتتبيع تحدث عن الحب للزوجة والأولاد تحدث عن المهرجانات وهو ما استغربته مصر استغربته بيتكلم عن المهرجانات ناس كثير مننا بترفض هذا الوباء ولكن حسن العدل تناول الأمر بحرفية وبموضوعية وبشاعرية لست هنا لأمدح حسن العدل أو غير حسن العدل وأنا أي حد على وجه الأرض ليس كاملا وليس بيننا المتنبي فالمتنبي قد مات ولكن لكل زمان متنبيه فالكثير متنبيون ولكن وقال الله شر المدعين فقط أما كل موهوب فهو على العين والرأس وحسن العدل صدقا هو موهوب من قبل الصناعة لا يتوهم حسن نفسه أو أي حد من اللي سامعينه وحضرت دورة مع حازم الصبيحي وطلعت شاعر أو الحاج إبراهيم دعاني وبقيت شاعر مفيش حد بيعمل حد شاعر مستحيل مش عايز أدخل في كلام أكاديمي لأنه يحضرني الكلام على مهلان العسكري وكتاب سر الصناعتين ولكن مش حابب أدخل في موضوع أكاديمي بقدر من أن أنا أبارك لحسن وبالمناسبة يا أستاذ علي حسن بعد ما خدت منه النصوص دي عشان تطلع بسأله حسن عندك نصين كده لو حبينا نكبر الديوان قال لي لا انا عندي ديوانين ده فبجد شيء مفرح شيء مشرف ان حد يجي الاسماعيليه لحد هنا كل جمعه عشان يتعلم ويرجع يكتب نص في طريقه او في بيته او في شغله ده شيء مشرف ده شيء يدعو اللي عندهم قصور في زاويه معينه اوعى تستكبر على العلم اياك تستكبر على العلم انا اقصد ان انا رسائل الاستاذيه بتاعتي جاهزه من سنه والان ادرس في اكاديميه للعلوم الشرعيه وانا في المستوى الاول لسه اللي عمله حسن المفروض ما يتقالش يا بخته ده ليه اللي يطبل عليه ولا ليه اللي يعلمه والله اللي عايز يحصل علمه هيحصله واطلب العلم ولو في الصين انت خايف انت كنت بتهرب اللي عمله حسن احنا جلستنا هنا عم دهب مش عشان نقول حسن العدل كاتب حلو ولا حسن العدل عمل ديوان بالمناسبه حسن العدل كاتب ديوان في شعراء كتير في شعراء فصحى كتير ما عرفوش يكتبوا على الرغم من راجل مبتدئ يعتبر تمام لكن قدر بشطارته ان هو يحول موهبه لمبتدئ لسه بيتخبط في الطريق الاحترافية بشكل ما درجة من درجات الاحترافية هو مش إن هو وصل للعالمية ولكن درجة من درجات الاحترافية وصل لها حسن العدل أعتقد إن الجلسة دي مفروض أكثر ما تكون محفز لكل واحد حاسس إن هو كبر شوية على العلم يعرف إن العلم مأمور بطلبه من المهدي إلى المهدي جزاك الله إذا أنت مفارق بأن
تبرز لنا هذا التلميذ الذي من علم ما له وما عليه من هذا التلميذ.